مهم يا عمر يا هاني، عندي جرامر مهم، مقاله مهمه النهارده جدا. فتحوا عينيك ودانك وبقك ويلا قالوا نادي يس. النهارده القاعده بتاعتي اسمها هاف هاف هاز هاف فيرب فعل، يعني يمتلك. يعني ايه يمتلك؟ هاز فيرب فعل برضو يعني يمتلك هي كمان. الله، طب عندي هاف يمتلك وهاز يمتلك، ليه كده بقى؟ ليه كده يا عم محمد انا شرتي؟ تعالى نقولها انا وانت كده مع بعض. الاول هقول لك ان انا في حاجه اسمها الفاعل، في حاجه اسمها الايه؟ الفاعل. سبجكت الفاعل ده بيكون واحد من تسع حاجات، واحد من تسع حاجات. والنبي عمر ما تسرح في حاجه عشان خاطر. ايه التسع حاجات دول؟ سبعه ضمائر واثنين اسماء، هنقولهم بقى مع بعض اهو. اي اي وي وي يو يو they he she she it it. يعني انا، يعني انا، انا بتكلم عن نفسي بقول انا اهو. وي لو انا ومعايا حد تاني بنتكلم عن نفسنا، او انا ومعايا ناس كتير بنقول نحن. وي يو 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 معناها انت او انت أو أنتم. يو معناها إيه؟ أنت أو أنت أو أنتم. ذي وطلع لسانك عشان التي إتش. ذي ذي يعني هم، لما أكون بتكلم على ناس تانيين كده وأصور عليهم جمع هم وأقول هم. أوكي؟ ذي هي هو، دي بنقولها للمفرد المذكر العاقل الإنسان. شي شي هي، بقولها للمفرد برضو العاقل بس دي مؤنث، المفرد المؤنث العاقل. ات 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 او هي للمفرد بس المفرد الغير عاقل. يعني مثلا اقول اياد هي، واقول على حبيبه شي، واقول على البورد ات، اقول على هاني هي، اقول على ليلى شي، اقول على نهى شي، اقول على القطه ات ات اسمها ايه؟ ات. اقول على عبد الوهاب شي هي، حمد فايد هي، منار شي، اسيل شي، الشنطه ات. يس تمام زي الفل. بص بقى، طبعا انا عارف الاسم المفرد والاسم الجمع. اوكي يبقى الفاعل بتاعي قلت بيبقى واحد من تسع حاجات، ادي سبعه منهم 1 2 3 4 5 6 7 فاضل كام؟ اللي هم مين؟ سنجولر ناون بلورال ناون، الاسم المفرد والاسم الجمع. طب هنا بقى قاعده مهمه جدا لازم نحفظها ونغنيها بقى. هي شي ات والمفرد، هي شي ات والمفرد. اي وي يو ذي والجمع، اي وي يو ذي والجمع. بص بقى القاعده بتاعتي بتقول لي ايه؟ بتقول لي ارسم قلب وضحكه على الشبابيك. ارسم قلب وضحكه على الشبابيك، اهو ارسم قلب وضحكه على الشبابيك. بص كده هحط جوه القلب هنا لتر اس، لتر اس. طب اللي جوه قلبي بحبه ولا لا؟ بحبه. بحبه. واللي بره قلبي ما احبوش. اوكي يلا بينا نشوف بقى مين بيحب الاس معاها جوه القلب. قول ورايا بقى. هي هي شي شي ات ات والمفر، هي شي ات والمفرد دول بيحبوا الاس، هي شي ات والمفرد دول بيحبوا الاس. اجاين هي شي ات والمفرد دول بيحبوا
يبقى هي شي it will مفرد بيحبوا الاس، وانا عندي هاف يعني يمتلك وهاز يعني يمتلك، هيحبوا مين في دول؟ هاز. ليه؟ خلاص يبقى هقول هي هاف ولا هي هاز؟ هاز. شي هاف ولا شي هاز؟ هاز. ات هاف ولا ات هاز؟ ات هاز. بتول هاف ولا بتول هاز؟ هاز. بتول اسم ايه؟ مفرد. مفرد معايا بيحب الاس يا خلاص. عمر هاف ولا عمر هاز؟ هاز. هاز. عمر مفرد. ذا سنيك يعني ايه ذا سنيك؟ سلام. هاف ولا هاز؟ هاز. سنيكس. هاز. ليه بقى؟ شاطر جدا. ذا سنيك مفرد، رحت قايل مين؟ هاز. عشان هو مفرد، مفرد بيحب الاس. لكن سنيكس، رحنا قايلين سنيكس. Good job bro. طب انا قلت كده مين اللي بحبه جوه القلب هنا؟ هي شي اسمه مفرد بيحبوا الاس. اكسلنت. طب عندي بره القلب بقى اللي ما بحبهمش خمسه هنا. اي وي يو دي والدم. قول ورايا كده. اي وي يو دي والدم. ما حدش يقول معايا تمام؟ قول بعد. اي وي يو ذي والجم مش بيحبوا الاس. اي وي يو ذي والجم مش بيحبوا الاس. طب هي شي ات والمفرد دول بيحبوا الاس. I, we, you, they will come. Mr. Apple, us. I, we, you, they will come. Mr. Apple, us. Excellent. Mamie, حفظناها حلوة أول في المناهج. بص يا صديقي.